مرحبا، حنحكي هلأ عن موضوع تأهيل الكسور. الكسور، شو معنى تأهيل الكسور؟ كيف نأهل أي إصابة كسر جلدنا؟ نحن خلينا ناخد أكثر مثالين بصير فيهم مشاكل بالتأهيل. تمام، الحقيقة أكثر مثالين بصير عنا مشكلة بتأهيل الكسور هو تأهيل كسور المفاصل أكثر من تأهيل كسور العظام الطويلة. هي عنا عظمة الفخذ، هي من العظام الطويلة. طبعا كسور يعني إصابة بالعظم مش إصابة عضلية، لكن شو اللي بيصيب العضل أثناء الكسر هي كتير بيهمنا بالتأهيل. لما نحن بنقول صار كسر بعظم الفخذ، تمام، الكسر كل قطعة بعدت مكانها، تمام، صار العظم هذا انكسر لقسمين. العضلات اللي حوالي منطقة الكسر حكما 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 بده يصير فيها تمزق. فنحن لما بنقول تأهيل كسور بدنا مباشرة نفكر انه في عنا عضلة متمزقة بدنا نأهلها معه. شو اللي بيفرق هاد؟ هلأ حنحكي. العظم انكسر، كلمة كسر وكلمة شعر، الآن كلمة شعر ما عادت تسمى، ما عاد في شيء اسمه شعر، الشعر يعامل معاملة كسر، اثنيناتهم معاملة واحدة، الكسر والشعر هن يعاملوا معاملة واحدة، تمام؟ فالكسر والشعر يعاملوا معاملة الكسر، رد لمكانه وتثبيت، مدة التثبيت حسب الكسر، هذا الطبيب العظمية هو اللي بيقرر، يتثبت أسبوع، يتثبت 10 أيام، يتثبت 3 أسابيع. هاي طبيب العظمية بيقرر. نحن كأخصائيين علاج بيجينا الكسر، بتجينا الحالة انه تعرض لكسر بعظم الفخذ يرجى إعادة تأهيل. شو بيصير لما بيتعرض لكسر بعظم الفخذ؟ كمثال عم نحكي عظم الفخذ، حنحكي مثال كذا منطقة. عظمة الفخذ لما انكسرت أول شيء وتثبتت، أول شيء ما عاد في ارتكاز عليها بالمشي، فبالتالي بدنا نتوقع يكون في صار شد بمنطقة الحوض، لأنه القدم بصفي. هو إذا سمح له الطبيب إنه يمشي أو يوقف، فهو عم يمشي على تقل العكازات وتقل القدم الثانية، ما عم بحط هي الرجل على الأرض، فبالتالي بصفي في شد بمفصل الحوض، وبالتالي عظم الفخذ عم ينسحب للأعلى. لما بدنا نبلش تأهيل بدنا ننتبه على هاي النقطة. 2، إن الكسر بأي منطقة يترافق بتمزق العضلات المحيطة بمنطقة الكسر، كسر بالفخذ فحكما عضلات الفخذ صار فيها تمزق، سواء هذا التمزق كان باين علينا بالعين المجردة في تورم وشايفين الكتلة الدموية موجودة أو لا. لذلك بدنا نتعامل معه تعامل تمزق عضلات. تمزق عضلات وتثبت نتيجة انه حط الكسر بالجبصين لمدة 21 يوم فرضا كأعلى مدة، تثبت بعد ما نفك الجبصين بدنا نتعامل معه، في دم له 21 يوم ما عاد البرودة بتنفعهم، بدنا نعطيه حرارة للمنطقة بالكمامة كخطة علاج أولية، كمادة، استخدام كمادة، استخدام التيارات الكهربائية من ضمن التيارات التنس مشان تسكين الألم، لأنه نتيجة تثبيت 21 يوم بيكون في ألم مكان ما عم يتحرك بجسم تثبت. نجي هلا بدنا نبلش نحركه بالتمارين بدنا نحكيها بعد شوي، فحكما بده يكون مؤلم فبالتالي موجع، لذلك بنحط تيار تنس، بنحط تيار ديناميكي اللي هو بيساعدنا لتحريك المنطقة من الداخل، وبالتالي التمزق الناتج عن الالتهاب، عفوا، والكتل الدموية اللي طالعة نتيجة التمزق بيتم ارتشافها، التيار الديناميكي بيساعد بهذا الشيء. بدنا نبلش له بالتمارين الحركية، التمارين الحركية نبلشها أنا بسميه مستوى تحت الصفر. يعني هاي الفخذ هو مستلقي الشخص، أبسط تمرين نحط مخدة تحت الفخذ، الضغط على المخدة ورخي، ضغط على المخدة ورخي، لأن نحن شغلتنا إنه نساعد لإزالة الدم الطلع نتيجة التمزق. مثل ما قلت، شفناه ولا ما شفناه، هو كسر معناتها في معناتها تمزقت، في تمزقات عضلية، فحتى لو ما شفنا في دم
بدنا نساعد انه يطلع. اثنين، بدنا نقوي العضلات حوالي منطقة الكسر. اذا تأهيل الكسر بيعتمد على مبدئين اساسيين: ازالة الدم اللي طلع بمنطقة الكسر، و تقوية العضلات حوالي منطقة الكسر من اجل عودة مكان الكسر لحركته الطبيعية، من اجل عودة مكان الكسر لحركته الطبيعية. كمان اذا نحن شايفين الكتلة الدموية الناتجة ايام التمزق، الكسر بيكون كسر قوي، فمزق لي العضلات حتى السطحية من الفخذ، عم نحكي عن الفخذ هلا هون كمثال، الكتلة الدموية باينة عليها، بنستخدم عليها بعد ما ينفك الجبسين امواج فوق الصوت. أمواج فوق الصوت بعد ما استخدم الحرارة والتيارات كباية، بنستخدم كمان أمواج فوق الصوت بتساعدنا طالما باينة الكتلة الدموية، لأنه إذا هي عميقة ما حد يشوفها، فبالتالي صعب. إذا تأهيل الكسر بيعتمد إزالة الدم ناتج عن تمزق العضلات والأربطة الموجودة حوالي منطقة الكسر، هون عم نحكي فخذ معناته عضلات ما في أربطة. اثنين، تقوية المنطقة اللي حواليه. إذا عم نحكي هون كسر بجسم العظم، إذا في عندي كسر بالمفصل، بالمفصل هو أكثر المفاصل شائعة بالكسر، هو مفصل الرسغ، مفصل الزند عفوا، مفصل الزند هذا هو، مفصل الزند هذا هو الكوع، نسميه بالعامية كوع، نتيجة سقطة، نتيجة ضربة، نتيجة أيام شد زيادة بصير فيه كسر هون بالمفصل. هاي راس العظمة، هاي الكعبورة، الكعبورة من جهة الإبهام، هذا السؤال ورد بالامتحان. راسه هو عبارة عن ناتق، بنسميه الناتق الزجي، هيك مثل الإبرة، تمام. فهذا هو نتيجة إنه هو هيك تركيبه العظمي، فمعرض للكسر بي 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 مو بسهولة، لكن معرض للكسور شديدة. من أصعب الكسور بتجينا بالتأهيل، هي من أصعبها وأحلاها على فكرة، هو كسر هذا المفصل. ليش أصعبها وأحلاها؟ لأنه هذا المفصل بيتثبت بالجبسين 21 يوم، تمام، بكسره ما بين 21 يوم للشهر. فبتجينا الإيد هيك، أنا رح نزل الكاميرا شوي بس مشان تبان، هيك لك المريض بعد 21 يوم هيك متحددة، ما في، إذا في شوية عطف وشوية بسط ممكن، بس حتى هدول بجوز يكونوا مؤلمات. جايتنا الايد هيك بعد 21 يوم، بدك ترجع انت حركتها الكاملة، هي هيك، هي حركتها الكاملة، انه الايد توصل تتحرك. بدنا اول شيء نطبق حرارة بشكل مكثف لنعطي ليونة للمنطقة، نعطي ليونة للمفصل نفسه، نعطي ليونة للعضلات اعلى المفصل واسفل المفصل، حرارة بشكل مكثف. اثنين، بدنا نعطي تنبيه كهربائي، تيار تنس مثل ما حكينا، اللي هو التيار اللي بيساعد على تسكين الألم، والتيارات الديناميكية مشان تحريك المنطقة. كمان في توأم، أو حتى ما في توأم، يفضل نحط ولو لثلاث أربع جلسات أمواج فوق الصوت، لأنه صار هون تمزقات بالأربطة، هون في عنا الارتكاز، عضلة العضد ارتكازها بتيجي فوق المفصل تماما، فلما بصير في كسر بالمفصل حتما صار في تمزق بهذا الوتر، فبالتالي دم خارج، لذلك بدنا نحط امواج فوق الصوت لازالتها. من التمارين شلون بنبلشها؟ بنبلش بتمارين التقلص الثابت، هاي تمرين تقلص ثابت، هو الايد مطويه ما ساوينا شيء، بعدين بنقول له امسك ايدي اضغط عليها. قبل ما نساوي اي شيء بيتعلق بالمدى الحركي، بعدها بنبلش لما حتى هي التمارين فينا نحن حاطين له كم ماده يساويها مشان تقويه العضلات اللي حوالي المفصل. بدنا نرجع المدى الحركي، كتير مهم ارجاع المدى الحركي، ما يكون بحركه عنيفه، ولو كل جلسة كسبنا لنا درجتين ثلاثة. اللي بدنا نساويه هو تحريك وشد للخارج، شد للخارج تبعيد، تحريك وشد للخارج تبعيد، تحريك مع شد للخارج. شد للخارج معناتها نحن شوي 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 حنوصل لهي، مع التحريك بهذا المفصل تحديدا، تأهيل كسر مفصل الرسغ،
فينا نشتغل على نقطة إنه نحن وعم نشتغل للمدى الحياتي، يعني ما نحن ما نستنى حتى نفقد المدى الحياتي كامل بعدين نقوي العضلات، لا نحن وعم نشتغل المدى الحياتي وصل المدى الحياتي هيك مو كامل، وصل هيك فينا نساوي تمرين، نعطيه مثلا كرة يساويها هيك، نعطيه شوية أوزان خفيفة، نشتغل بالمطاط التقوية التيرابند لنقوي العضلات بحيث إنه يوصل المدى الحركي كامل، تمام كامل، ونقوي وتكون العضلات قوية. لأنه المفصل شو اللي بيحركه؟ نرجع عم نحكي أي قطعة عظمية بحركها العضلات اللي حواليها. إذا المفصل رجع كامل حركته على الناحية العظمية، عم نحكي التأم الكسر رجعنا حركته كاملة بعد تأهيل الكسور، وما في عنا قوة عضلات، فهو مفصل ما بيتحب، تقول له حركه بيقول لك ما عم بيحسب، تيجي انت بتحرك له اياه ما في شيء، ما في الم، ما في اي شيء من تحريكه، بس هو عضلاته تعبانه لانه ما قويناها، لذلك بنبلش بالتقويه. اذا تاهيل الكسر بيعتمد على نقطتين اساسيات، اول شيء ازاله الدم من المنطقه حوالي الكسر عند الكسر تماما، وتقويه العضلات حوالي الكسر. كلمه عضلات حوالي الكسر دائما اسفل منطقه كسر، زمان عم نحكي عن كسر بمفصل الزند، فعضلات الاسفل وعضلات الاعلى دائما وابدا، عضلات اعلى واسفل للكسر كامله. والله كسر هون بالناتق الزجي، ايه العضلات حواليه هدول بس، لا كلياتها كلياتها. هي كثير من النقاط المهمه، هي هي تاهيل الكسور على فكره، تأهيل. وطبعا السبت الجاي إذا كان في حدا موجود موجود معنا بالقاعة حنطبق كذا شغلة عملية. أنا تقصد إنه الفيديوهات تكون قصيرة ما تكون طويلة، بتمنى تسمعوها وتسألوني عليها خلال هذا الأسبوع.